اهلا بيكم معانا في فيديو جديد بعد ما عالجنا النحل بحمض الفروميك للمرة التانية. دي النهاردة بقى جايين نشيل الورق وهوريكم معايا دلوقتي النتيجة عاملة ازاي. ركز معايا، هتلاحظ ان النحل بقى تقريبا معهوش فرو، مش هتلاقي فرو على النحل. اهو الخلية اهيت، بص بقى البراز ده هو طالع. ركز معايا قوي، هقرب لك الكاميرا ولاحظ فيه فروة على النحل ولا لا. اهو اللي يشوف فروة يكتب لي في التعليقات. نحلة صحتها ممتازة وحضنة كويسة، لان طبعا النحل اللي في فرو ما بيتقدمش. هنجيب كمان برواز. طبعا كلنا عارفين لو في فرو هيبان، هيبان، هتلاقي الفروة على النحل موجود وعلى الحضنة موجود، وتلاقي بقى الخلية ايه مش بالمنظر ده ابدا. اهوت اللي يشوف فروة واحدة يقول لي. هرفع كمان برواز. اهو النحل كله مفيش ولا نحل عليها فروة. طبعا هو في فرو بس انهزم، ما بقاش زي الاول. بقى كنت الاول تشوف هنا وهنا وهنا، دلوقتي خلاص انت بتفر الخلية كلها ما بتلاقيش حاجة، الا بقى اذا كانت في فروة في الحضنة ولا حاجة تلاقي نسبة بسيطة. وعشان كده احنا كل 15 يوم بنعالج بالحمض. اللي تطلع من الحضنة لو كانت موجودة تموت برضو. طبعا لو عندك اي استفسار او اي سؤال اكتب لي في التعليقات وانا برد على كل التعليقات ان شاء الله. ما اي حاجة عايز تسأل فيها في المنحل اسأل فيها، ما يهمكش اي حاجة يعني. وطبعا ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لنا لايك، عشان خاطر اللايك هو اللي بيخلي الفيديو يظهر للناس عشان الكل يستفيد بيه. دي الورقة اللي بتاعت حمض الفروميك. شوف الحمض لحد فين، الورقة كانت متشبعة لحد تلت الورقة كمان. بس دلوقتي طبعا اتبخر الفروميك، فبنقدر نشيل الورقة من غير ايه، ما نلبس جرافز. ما تنساش الاشتراك في القناة والى اللقاء.